مرحبا معكم خالد من RCA. الله يعطيكم العافيه يا جماعه الخير في كل مكان وكل زمان، ان شاء الله دائما تكونوا بصحه وسلام وايجابيه. فطورنا اليوم حيكون مميز جدا ورائع ان شاء الله تعالى، بمطعم اسمه مماقيش. مماقيش جاي من كلمه مناقيش فلسطيني، تمام. هو عنده اكثر من فرع بدبي، حوالي اكثر من 5 فروع بشارع الشيخ زايد، في عندك بالورقاء، في عندك بدي اي اف سي، يعني اكثر من 5 فروع تقريبا. حنجرب طبعا مع بعض اكل الموضوع، بكم على المكان وستيتوند. مرحبا. مماقيش الحلو في موضوع المطعم انه كتير ديب بموضوع الثقافه الفلسطينيه والاكل الفلسطيني والتراث الفلسطيني وكل شيء علاقه بفلسطين، تمام. لحم مع جبنه منقوشه، وطبعا بيض مع جبنه، تمام. عندهم هم اسلوبهم الرهيب في عمل الاكل نفسه. مكونات المنقوشه تبعت اللحم مع الجبنه انه فيها اللي هي بسموها دبس الرمان، تمام. بنقطي بشرات بطيب الاكل طبعا اكيد، بالاضافه للليمون، وعندك رشه البقدونس، وعندك اللبن، والبيض مع الجبنه عامل على شكل بيتزا، تمام. فيه زيتون اخضر مع اللي هو بسموه تشيري توميتو او البيبي توميتو، تمام. فنجرب بسم الله. لبن صح؟ يا جماعه شو عم يصير؟ اللحمه مع اللبن دبس الرمان ظابط مع المكسر راح. لا لا لا، لازم على لبن، لازم على لبن. العجينه كثير خفيفه انه مش تحس حالك انك عم تاكل بيتزا، لا لا، كثير رهيبه وما تحس حالك انك اكلت كثير يعني. بخيرك طبعا اكيد اذا بدك اياه يكون وايت دو او براون دو، اللي هو عجينه تكون بيضة او سمراء، اختار انت بدك اياه طبعا اكيد. ف مغطين لك كل الجوانب تبعت الناس شو بتحب ما بتحب. نخش على البيض مع الجبنه. اسمع الاكله. والله فظيع. في شويه سبايسي، في شويه سبايسي فيها، تمام، بس طعمتها ولا اروع. مماقيش شارع الشيخ زايد، جوجل مابس. زيت الزيتون في البيض كثير واضح، كثير الطعم طبعا اعطاه طعم طيب كثير كثير وشوي. منقوشه اللحمه وبيض رائعين، هم هدول البست هيت عندهم، او افضل من افضل الاشياء اللي عندهم بالمنيو. انا صراحه جدا مبسوط، جدا جدا مبسوط في الاكل فعلا. هذا هو فطور، هذا بسموه فطور ملكي. الرانكينج اون سبوت فظيع جدا، الريتنج رائع جدا على التنتين، ما في واحده بتسبق الثانيه، كلنا كل واحد صنف معين، فبدش ان اخلط هذا محل هذا. منقوشه اللحمه رائعه، والبيض الخضر عليه برضه رائع. يو هاف تو كم. حتى هون اجانب يجوا ياكلوا، في قدامي اجانب مستمتعين بهالاكل هذا الرائع. هلا تسميه المناقيش، انا سالت عن الموضوع، بتقرب معي لمناقيش فبصير مناقيش، بس سؤال لي انا يعني. عن جد ما شاء الله عليه رجل، والله عليه ناس تطلع بتدخل لسه ما شاء الله عليه، الله يحميه ويوفقه يا رب. خلصنا يا جماعة، الحمد لله رب العالمين. الفطور الرائع والجميل صراحة ينصح به وبقوة، 100% ينصح به. البيض والمناقيش أغلبها كلها عندهم رائعة، بس جربوا مكان، choose any place you want وانبسطوا. عجبكم المحتوى يا جماعة الخير، thumbs up، اشتركوا في القناة، أهلا وسهلا، تعملوا سبسكرايب أكيد أي وقت بدكم إياه، والسلام، peace.